أهرى من يقول أن النبي صلى الله عليه وسلم ناقص حنان الأم، لهذا تزوج خديجة رضي الله عنها. يقول ظهر من يقول أن النبي عليه الصلاة والسلام ناقص حنان الأم، لهذا تزوج خديجة رضي الله عنها، فما رأيكم بمن يقول هذا القول؟ خديجة تبي تقوم مقام أمه؟ ما هذا كلام إنسان ما يفهم. تزوج خديجة كغيره من الرجال يتزوجون النساء، والله أباح ذلك، أباح هذا للرجال، هذه سنة الله سبحانه وتعالى. ما تزوجها علشان أنها تعوض عن أمه، من قال هذا؟ نعم. وهذا سائل يقول أحسن الله إليكم، حتى لو أمك معك، لو أمك حية ومعك وحانة عليك تخلي الزواج؟ ما هذا؟ عقدة منطق. نعم.